السلام عليكم خويا عندي واحد المشكل على الاستفاده وانا كان ناشد دابا خوتي مغاربه باش يتعاونوا معنا المشكله خويا عندنا استفاده ديال 84 عائله مركبه كانت تفاجئ بواحد الاخ ديالي بغى يمشي بوحدو ومشاو معاه الوالد والوالده وداكشي يعني باش صيفطوه باش كتبوا لي واحد الوثيقه باش يمشي بوحدو هذاك راه ما مزيانش معاهم وهذه لاخره ومشى بوحدو وانا جروني معاهم باش نمشي معاهم في ديك الاستفاده اللي يبقى نص وعلى اساس غيدخلوا معاهم واحد الشريك اخر آه تا عنده نص وغادي يبنيوا ليه وغيعطيوني لي زيبورتمون ديالي مثلا كحله وهذه لاخره وفجاه كنتفاجئ بالله انا ساكن غير في نص ومده دابا واحد اربع سنين دابا كنتفاجئ بالله انا داعيني على مستغل يوم السكن بدون سند و وفرقعت الباب ودخلت حوايجي وعندي شكايات في البوليس وما كن... ما كنصبونيش دابا انا عندي حكم بالافراغ عندي حكم بالافراغ وعندي ثلاث وليدات باغي نشردهم ليا هاد الناس واللي كنقول اخويا بغيتكم تعاونوا معايا هذا هو اللي كاين بغيتكم تعاونوا معايا راه انت دابا داير ليا يحكم بالافراغ وانا مستفيد انا مستفيد هاد الاخ ديالي هاد الاخ ديالي الاصغر داني سينيت ليه وكاله بدون علم ديالي ودابا انا عندي شكايه في ف عندي شكايه في الكوميساريه هادشي كامل داروا دا على ود الطمع حنا عندنا انا عندي شهاده استفاده ملكيه و وبالبلان ديالها بكل شيء بوثائق ديالها وهاد الناس دابا بغاو يخرجوني يشردوني ما عرفتش علاش انا لحد الان ما عرفتش علاش انا لا اله الا الله لا اله الا الله مع هاد الناس هادو وعندك استفاده ها هي عندي استفاده هي في الاسم ديالي عندي البلان تا هو في الاسم ديالي هادو هما جوج الوثائق اللي انا مع هاد الناس هادو هادو هما جوج الوثائق اللي انا النهار الاول هاد الوثيقه ديال ديال الوكاله انا ما عرفتش كيفاش تتكيليزات ولا كيفاش تتصاوبات ودابا راه هو داير ابراء الدمه المحكمة حكمات عليا باش تخرجني من هنايا أنا وثلاثة الوليدات باغين يشردوني للزنقة أنا ما عرفتش الناس فين باغين يوصلوا فين بغي يوصلوا ما عرفتش واش بغاونا يعني نديروا شي جريمة ننتحروا ما, ما عرفناش اش بغاو يديروا أنا بعدا راه ما نخرجش لي من هنا ولو يخرجوني ميت لأنا لو لا أنا لا أولادي راه ما غنخرجش من هنايا هذا هو اللي كنقول اللي كاين هو هذا هادو دابا داعيني على برطمه كامله داخل بدون سند وانا عندي غير نص ها ما مازال غادي تصوروا هادشي وغادي تشوفوا رانا عندي غير نص برطمه بيت والطواليط وهاد المريح فين مريحين حنا دابا وهاد الناس راه داعيني على برطمه كامله باش يخرجوني منها كامله انا عندي غير غير ربع ديال البرطمه وما داعيني عليها كامله ما فهمتش ورا تعداو عليا وانا تشوفوا كيفاش معيشين هاد الناس هادو هنايا وانا عساس ما خدام ما والو واخا كنمشي معاهم من المخزن ما 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 كنصفنيش. انا لحد الان راه عندي معاهم شكايه على الزوير على ديك الوكاله اللي م، اللي هما اللي هما وكاله و... خدام بها انا ما عرفتش انا واش انا ما ما عايش في البلاد باش غندير لي وكاله ما عرفتش انا شنو عندي بعد من 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 شي حاجه اللي غندير عليها وكاله ما عرفتش هاد السيد جاب الوكالة و... يهددني كيهددني بها <applause>